اوكي ركزولي على هالبكتشات المتواجدة معنا هون يا طيبين. ويل 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 صراحة اليوم بهذا المقطع راح نشوف مع بعض ونفتح هالبكتشات كلياتهم يا صدير. طبعا هالبكتشات وهالسكنات صار لي زمان كتير مجمعوا الشباب بعد ما تركنا هالترك السحب القديمة تقريبا كم سنة ونص هيك شيء الله اعلم. شباب ليك ركزوا معي كيف مقطع يمكن يطول كتير بس لا تنسوا باللايكات شباب. راح يصير المقطع اليوم بلوس يلا نبلش معلم، ولكن بدنا هذا المقطع يتوصل اكبر عدد من اللايكات. اوكي اول شيء خلينا نبلش شباب، انا ضايع ما بعرف كيف راح ابلش. اوكي هون عندنا هذول الاشياء هذول الصنديق هذول من يوم زمان ما بعرف صراحه يستفيدونا بشيء، لكن انا شايف انه يعني حتى لو فتحناهم ما راح ياثر اي شيء، لكن راح نخليهم بذكرى هيك نخليهم مثل ما هن عادي. المهم خلينا نبلش معلم، عندنا هذا السكين اليوم معلم شايف هذا المقطع راح يصير عندنا بطاقات حمر. لا والله متغيرات شكلهم صارين بطاقات اوكي شو البطاقات وبعد 12000 وحده دايم الله اعلم يعني ما حد بشوي راح اشوف. اوكي بعد شوي راح اشوف كل هالشيء. اول عندنا سكين ثاني بيوم ايوه سكين البنت يا سلام النظارات دايم ويل 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 خلص جبنا السكين كامل معلم، جبنا السكين كامل. هون عندنا بطاقات التوكن سلاح ايفو ما راح ينفعنا بشيء. عندي 130 دايم يا الله يا شباب يعني كم تتوقعوا يعني كم تتوقعوا في جواهر بهالباك جاتين سجمعناهم؟ يعني صراحه انا ما اعرف كم كانوا، كنت بدي احسبهم بس ولكن يعني كثيرين كثير كثير صراحه. شيء ايش بو هذا؟ ليش ما فتح هذا؟ بيقول لي اختبر القاعدة بلفلف يا جدك. تمام اوكي عندنا هون شو حزمة التوكن سلاح ايفو بما انه عندنا الايفو كلهم مطورين صراحة يعني ما راح ينفعوا من شيء، بس ولكن اعتقد ما اعرف يمكن بنقدر نستبدلهم او شيء. هذا الشيء عندنا هون نختار شو؟ هذا نختار شيء سكين. شو في هون عندنا؟ هو المرافقين يا شباب هو قول لي نختار اكثر من واحد. اوكي عم يخليني اختار واخترنا كل شيء معلم كله اختار باللوس. وين 569 يا جماعه؟ شو بدي افتح فيهم هذول؟ صدق هذول تاكل ايفو شو بدي افتح؟ والله ما اعرف شباب، ما اعرف شو راح ينفعني، ما في شيء ينفعني. ليك راح نخليهم هذول على جنب صراحه يعني على الفاضي مشان ما نضيع وقت كثير. اللي بعده 77 دايم. هون كم عندنا هون؟ هون اربعه دايم. هون ايش هذا؟ هذا ما راح يعني. اوكي هون عندنا هذا الصندوق السكين هذا يا لطيف. راح كم توقعهم هذا من هون لنهايه هذا المقطع كم راح يصير عندنا هذول من الصناديق هذول البطاقات هذول؟ 13000 وصاروا عندي يا جماعه دايم دايم دايم. شو 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 لا 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 شيء غريب عجيب شيء مستحيل. غنائم ما في تنين وهالصناديق وين يا اخوان؟ لسه في عندنا الحزم. انا شايف الحزم شباب راح نخليهم لغير مقطع ثاني. المهم خلينا نكمل هون. وين كم صار عندنا هون؟ هذول على السكنات القديمة بكجات يعني شيء واو. اوكي هون عندنا لازم يطلع لنا شيء. اوكي كله بطاقات حمر. اوكي عندنا هون خطأ في العنصر معلم. لا بلقلقت عم تقول لي خلص معلم شو عم يقول لي هون؟ خطأ بالعنصر اوكي نخليه معلم شكله بلش يدوخ. اوكي هون عندنا اشياء ثانية اللي بعد هون عندنا الماج 10 اوبا اوه ما جانا دايم هذا معلم دايم فكرنا جاي دايم طبسون اعتقد عندي دايم هذا كان ايه اكس ام 8 سلاح اكس ام 8 اوكي عندنا دايم هذا عندنا السنايبر عندنا اياه الاي ان دايم برو يا جدا اوه هذا سكين حلو نفتح هالسكين صندوق الحيوان اوكي عندنا التغطيه اوبا ايوه هون سكينات اوه هذا ممكن يطلع لنا سكين دايم من هذول معقول بطاقه صفراء دايم برو اوكي اللي بعده 86 اوه طلعنا حزمتين جبنا حزمتين حلو طلعنا سكين دايم دايم حلو. هون شو في عندنا؟ 13 يوم هذا الرفراف بطاقات اوه صندوق المهام اوه هي صراحة نخليها ذكرى هاي ما فهمت ليش معلقة معي الله اعلم. طب في اكشن حابب افتحها بس ولكن معلش يعني والله الصراحة يعني خليهم ذكرى معي. اوكي اوه سكين البربربر اوكي الحق الجسم هذا يا سلام اللحم الحيوانات الاليفه والصراحه هذا الصناديق استفاد بالمرافقين انا شايفه انتهوا المرافقين من الاشياء. اوكي عندنا سكين العروسه يا سلام اوه هذا سكين حلو عندنا اياه 172 بكش 172 بكش يعني توقعوا شباب كم البكجات
يعني صار لي زمان عندي اياهم من احداث ما احداث ولا اشياء مجمعهم شوي شوي كثير كثير من باكجات يعني. وهي طلعنا سكين دايم هون طلع سكين دايم معلم. حلو يا جدك ما كان عندي يا دايم هذا؟ اوه هذا قديم هذا سكين وقتها نزل بالفجر الغامض حتى هذا كمان يا الله هذا كمان واي كم صار عنا من صناديق هذول معلم؟ والله ما تبعت لازم شوف كم صار عنا بالبطاقة هون كم صار عنا 15000 بطاقة دايم والله لا 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 في اشياء هون عنا تحت يا لطيف هون بلشنا بالاسلحة يا الله توقعون يا الهي هون هذا شكله ساعتها معلق هذا معلق معلم علقنا اللعبه علقت اللعبه علقت هون شوفوا عنا كمان عنا هذا السكين يا جدك سكين ثاني هون تفتيح باكجات خطير عنا هون بطاقات الحمل هذول كانوا ايام زمان هلا صاروا غير لون هذا السكين ديم برو ديم ديم اوف اوف صراحه تعبت تعبت يا اخوان تعبت 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 اوكي اللي بعده لون ديمتري حلو عندنا هون الحيوان الاليف هو طلع الحيوان حلو طلع لي الرقصه تبعيته حلو ها صندوق النمر المقنع الله عليك السكين اللوز يا اخي والله لازم نعمل لنا كبسه فرد مره معلم افتح وهون عندنا صندوق غنائم المغنيه اوه طلع السكين دايم اكيد دايم اكيد دايم اكيد دايم اكيد دايم اكيد دايم حلو اللي بعده يا سلام هون عندنا اوه 70 واحد يا جدة 70 واحد وي نيو 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 واو سكين كلو هي الشخصية حتى حزمة كاملة طلعت لنا شيء حلو كثير 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 حلو بلوز نكملوا معلم 90 للصندوق الاكس ام 8 اوه ديم لا تاخذونا اشياء اكيد الله صارت اوه طلعنا يا ديم هذا كمان نايس نكمل طبعا جنبنا هون بقعد مصاب عشان عم باخذ استراحات شوي بنفس الوقت يا اخوان اوكي كمل هون زين لسه باقي عندهم 165 يعني نافذه ايكي دراجون اوه يا مدى ايكي دراجون يا سلام غنم السفاح غنم هاي قولي لسه 163 خلينا نركز على هدول عشان اوه طلع لي سكين البنت يا سلام يا سلام تهانينا كله بلوز اللوز هاي سكين البنت هذا كمان هون بدنا ناخذ هدول حلو 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 غنائم يا سلام ايوه فرج كمان فرج 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 كمان كمان اوبا بس شوف عندنا هون كمان حيوانات اليفه افتح يا سمسم عندنا هون شو كمان عندنا هدول صندوق الاجزاء هدول عاديه هذا لسه ما خلص منه يا جدك شوي قاعد بفتح منه دايم المارك سكين حلو هذا والله ما تبعت له اوكي طلعنا هون سكين دايم عندنا سكين اوه اسلحه الافاماس ايام زمان مره نزلت ايام الحاضنه شيء خرافي اقسم بالله اعتقد بلشنا على الوصل هون في سكنات لا عندنا اياه هون هون في عندنا اسلحه اوه كان بيعطيك اي واحد اختار بطاقات حمراء سلاح الديجل نكمل هون ايوه سكين غنم الصياده اوبا حلو 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 اوه فالكو ده صندوق فالكو ده معلم هي من نسى لما كنا نتضارب بين بعضنا بالسكواد وين حطت نسر مين ما حط نسر ولا شغلات مين صارت معه هي اكتبوا لنا بالتعليقات مين صارت معه هي معلم هي من نسر ما هو نسر ساعتها قالوا لي اصحابي انه مو شغال هوبا اوه نايس سكن الطباخ مع الايام الطباخ البنطال تاعه كان اسطوري ايام زمان انا كمان في سكنات صراحه في سكنات في سكنات بلعبه الفري فاير انقرضوا معلم ما عاد اللاعبين يلعبوا يعني يستخدمون كانوا مثل يعني كان ايام زمان كثير ناس كان يلبس في السكن اللص يا كان احلى سكن ايام زمان اوكي شو هذا السكن اختار شخصيه اختار شخصيات على شوي معلم عندنا اياهم كلياتهم اصلا باللوز صندوق الام بي 40 القديم يا الله على ايامه هذا يا سيد بي 40 يا ما عندي يدين اوكي اي كي يا سلام عيم الصندوق اللي حد مثل او الكاراتيه ما كاراتيه حركاتك عليك صندوق اللي طب انا بعمل هيك معلم مش هيك نفتح بشكل عشوائي بس صراحة ايام زمان هدول والله بخليهم تذكرة شباب ما تاخذون بس لا تاخذون خليهم تذكرة عشان هيك مرة نرجع لهون ونسترجع ايام ذكريات ايام زمان اوكي اوه طلع لي دايم هون معلم هذا النقار حلو هون عندنا صندوق غريب عجيب صندوق المجموعات الإبادة اوه طلع لي سكين حلو طلع لي حزمة يا سلام اوه السلاح الفيكتور هذا مو فيكتور فيكتور كان لا مو فيكتور الله سكنات ايام زمان يا الله
واللي يا جماعة والله أحلى أيام نروح. يا سلام طلعنا هون سكن دايم حلو يا شباب والله في سكنات يعني حبيب والله. اوكي نكملوا هون معنا هون عندنا السلاح الصغير الجميل قوي ايوه شو كمان اول فتحت باباكش طلع لي سكنات كمان هالسكنات دول دايما يطلعوا لي حلو عندنا 120 باكش يا جدك تيم برو ايش في هذول يا معلم وين السلاح السلاح معلم منقرض ما حدا يستخدمه ورحت ايش هذا هوبا نقدر اخترق اكثر من شغله نفتحهم كلهم بنفس الوقت لا يا شيخ اصبر اشوف ويل والله حلوه ما كنا عارفين يا شباب والله خلينا نختار هيك معلم يا الله يا الله اكتشفتها اقسم بالله يا شباب والله اكتشفتها هي شو بيفتح معلم افتح الاوبلي اتفرج اوه شخصيات سكنات عم يعطونا اشياء حزام من هون بطل من هون يا الله ما كنت بعرفها يا اخوان ما كبس كبستها بالغلط اختار مزيد والله ما كنت منتبه له اقسم بالله اوكي معناتها شيء حلو معناتها خليني اختار هالاشياء هذول نشوف شو راح يطلع لنا هاي السكن الاحمر نشوف شو راح يطلع لنا دايم ولا مو دايم علينا نفتحهم كلياتهم هذول يا جدك افتح الكل اوه دايم هاي يوم طلعنا سكن دايم ما كنت عارف اوكي حلو والله حلو خلينا نعمل نختار شوي شباب نختار كلت عشان يعني نعرف شو عم نفتح اوكي نفتح الاسلحه هذول نختارهم كلت وش راح يطلع لنا دايم ان شاء الله افتح يا سمسم اها اصلا بيعطيك في حد اقصى تمام حلو يلا افتح ديم 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 والله شيء حلو نختار هون هذول والله ما كنت بعرف يا اخوان لا والله هي شغله كثير حلوه صدقوني يا اخوان ما كنت بنتبه افتح ديم والله والله حلوه اقسم بالله يا الله مرتقله يا زلمه حلو طلع بيطلع لنا اشياء ديم قولوا شخصي اوه بوب 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 يا الهي اشياء خطيره اقسم بالله يا رخصات وسكنات وحركات وبركات افتحنا نشوف هذول هون عم نختار مثل ما انتم شايفين هذول تك تك هذول سكنات ولا اقنعه وما اقنعه اوكي افتح الكل نشوف هوبا يا سلامي ها نفتح هذول الاشياء هون معلم ايوه هون اسلحه وما اسلحه هون عندنا سكار وبسك اوه اسلحه مشكله ايش راح شو راح يطلع وصلنا حد نصفه كم مره جمعت اوه يو ام بي طلع اليو ام بي دايم هون هذا يو ام بي كان كثير حلو شوف الجولد كم صار عندي من الجولد اوكي نفتح هدول هاي 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 افتح يا سمسم صفرت الحساب من باجات يا شباب صفرته صفرته تفرجوا 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 معي تفرجوا تفرجوا يا الله الوقت اللي يا الهي يا اخوان والله ما كنت بعرف شوف 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 عم نفتح اليوم اشياء جولد وما جولد وحركاتك هذول تبعت الشخصيات نفتحها نصفر خلص خلص قربنا لو كنت بعرف هيك شباب كنا عملنا من الاول يا الله والله ما كنت عارف يا جدك هذا يدل شباب هذا يدل انه انا عن جد عن جد كنت تارك يعني وراجع جديد صراحه يا الله اصبر اشوف شو هون قاعد عنا اللايكيات ما كانت خلص ما عاد في عنا شيء ابدا هاي بعد تفتح هاي ليش هيك ما تفتح اوكي شكلها معلقه عندنا اوكي اوكي هنا صار عنا نعمل اختيار نعمل هيك هذول افتح يا سمسم والله فتح عنا باقي هاي وهاي ايم واو 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 واو, واو. يا الهي يا جدك هذول هذول والله دول خليهم ذكرى نفتح هذول نشوف اوه اوه قول لي نفتح هذول تبعت لي الفاير باسات القديمه شباب والله حابب نخليهم ذكرى كمان لكن فاير باسات قديمه كمان اي والله كانوا فاير باسات قديمه يلا خلينا نفتحهم علام شو بيطلع لنا شي ماجيك كيوب ولا لا قول لي قول لي افتح يا جدك على القناعات اطلعوا لي يا الهي واو ماجيك كيوب والله طلع لي ماجيك كيوب بلوس هنفتح كل الشباب ما في مزح نفتح ابو الوضع معلم خلينا نصفر نصفر كل شيء ما
نصفر كل شيء يا اخوان. ما عاد في شيء عندنا معلم، ما عاد في شيء خلاص. ها افتح كل شيء. هاي صندوق معلقه معلم، ما اعرف ليش معلقه صراحه معلقه كثير يعني، وما اعرف شو عم بيصير. اوكي انا هون شايف في عندنا هالعنصرين هون معلقين، هذا وهذا معلقين معلم باللعبه ظاهر معلم، ما عاد في منهم. غريب عجيب هذا كمان، هذا مفتوح هذا حلو. باقي عندنا هذا ال 240 تبعت الايفو، صندوق هذا التوكن، ونقدر نفتحهم كليتهم. اوكي راح نخليهم يفتحوا على رواق. اوكي وهون عندنا احزام، الاحزام يا جماعه ترى صدقوني يا شباب في احزام هون موجوده، ما اعرف بحسابي، ما اعرف معلم شو عم بيعمل، اول مره بشوف الاحزام بحسابي صراحه. في هون احزمه ظهر اللعبه بعت لنا اياهم، والله ما اتذكر ايش في عندنا. الوايت سكنات هذول الارنوب هذا الاصفر، وين هو سكنات غير عجيب. اوكي اوكي اصبر اصبر، ما راح ننزل تحت اكثر من هيك، طولوا بالكم شوي اسمعوني. اذا يوصل هذا المقطع بانه يعني يوصل، تعرفوا شو 2000 لايك، 2000 لايك يا شباب نعمل جزء ثاني لهذا المقطع ونفتح الاحزام. اوكي حبايب الكرام، هي بقوم بهذا المقطع اليوم، لانه والله صراحه تعبت كثير وانا عم بكبس يا شباب، وما اكتشفت الطريقه اللي تفتح اكثر من مره صراحه يعني شيء حبيبي، والله راسي صار يوجع يعني. حبايبي اشوفكم على خير، اشوفكم مقطع جديد، السلام عليكم.